يعني عادل أنا ممكن أني أكره سين من الناس، ولكن الإعلام يجبرني أني أصفق السين من الناس عشان أنا ما أخسر جمهور ومحبين سين من الناس. صحيح الكلام هذا؟ طيب خليني أقولك، أنا لاحظتها فيك. بقولك كلامك صحيح، كلامك صحيح، أنا واضح معك جدا، كلامك صحيح. لكن صدقني شوف، هذا الذكاء الإعلامي، أنا أصنفه الذكاء الإعلامي. أنت بتصنفه كذبة، الذكاء الإعلامي أنت بتصنفه كذبة، هذا شيء راجع لك يا وليد. أنا أصنفه ذكاء إعلامي صراحة. يعني أنا أي شيء ترى أرمي على الذكاء الإعلامي، ترى الإعلام بحر. من الذكاء الإعلامي أني ما أخسر، أني ما أخسر شخص ما أخسره، شخص واحد ما أخسره، سواء من محبيني أو محبين غيري. ومن الذكاء الإعلامي أنك تكسب محبين غيرك، عرفت كيف؟ أنك تكسب محبين غيرك، ولكن لا يتنافى مع القيم، لا يتنافى مع أنه تتفق مع شخص وهو على باطل. وأنت تعرف تماما يا وليد، وأنت أكثر من غيرك، أنه أنا من الناس اللي أتحدى كائنا من كان أنه يثبت أنه أنا في يوم من الأيام سويت ثنائية ولا ثلاثية ولا رباعية ولا وقفت مع شخص لشخصه. تلقاني اليوم واقف مع ألف لأني متفق مع رأي ألف ضد باء، تلقاني بكرة متفق مع رأي باء، لأنه مش لأنه ضد ألف، لا، لأني أنا أتفق مع رأي باء، عرفت كيف؟ وأنت تعرف الشيء هذا. ف أنا أعتبره ذكاء إعلامي يا أخي. يا أخي ليش أنا أجي وانتقدك يا وليد وأنت ما طلبت رأيي يا أخي؟ يا أخي قيمة الرأي حينما يطلب. أجي أقدم لك رأيي وأنت ما طلبته ليش؟ أنت حتاخذه حترميه في الزبالة، صح ولا لا؟ صحيح. فكوني أمدحك أنا لا يعني إني أجاملك، أنت تستحق المديح، ممتاز. فالفكرة وخلاصة الموضوع أنه مستحيل إني أمدح شخص أو أقف معه وهو وأنا أراه على خطأ. بس عادل لما يسمع كلام سيء عن شخص آخر ينبذ هذا الكلام ولا يصمت؟ لا، أنبذه وأنبذ الشخص اللي قال. لما تكلم لي راح يتكلم عني وأنا. هل عادل سمع كلام يوم من الأيام عن شخص، عن شخص آخر في هذا المنتجع؟ سمعت. طيب إيش كان موقفك؟ نبذت الكلام ووقفت صاحب الكلمة، واضح أنا معك. طيب عادل، قطعت أنت مشوار طويل في البرنامج هذا ما شاء الله، وأنت قلت أنك حققت أكثر من هدف، حققت أنك تكون مقدم جميل جدا وراعي طرح مفيد، وحققت أنك تكون عادل قبل البرنامج، وأنك لازم توري الناس كيف عادل وكيف الرياليتي عند عادل وكيف جمالية عادل وروح عادل الجميلة. أنت بالمشوار اللي قطعته طويل هذا، أنت مؤمن أن فيه محبين لك من الجنسين الذكر والأنثى، هل تكن لهم كامل محبة والتقدير وتقدر مشاعرهم؟ تبي أقول إيه لا ولا الجواب عندك يا أخي؟ يا أخي وش أقولك؟ بس أقسم لك بجلال الله، ثم أقسم لك بجلال، أنا أكن كل التقدير والاحترام والمحبة لكل شخص ينتقدني نقد بناء لأنه يحبني، ولكل شخص يقدمني ثناء، فما بالك بالأشخاص مثلا اللي يصوتون أو كذا، فهم لهم جميل علي. أنا ما راح أنساه مدى الحياة، ما راح أنساه مدى الحياة، حطها بين قوسين، ما راح أنساه مدى الحياة. أنت تتكلم، أنا أتكلم عن عادل. إيه؟ إنه يقدر كل ردة فعل جداً لطيفة من المحبين لعادل سواء ذكر أو أنثى. يعني إن عادل ما عنده تحيز لأي جنس من الجنسين مرة إطلاقا. طيب إطلاقا. عادل في يوم من الأيام غرد تغريدة وكتب: إذا كنت لا تتفق مع محتوى سين من الناس أحد المشاهير في السوشيال ميديا فالأولى عدم متابعتها، أما الانتقاد والأمور الثانية لا تسمن ولا تغني من جوع. للأسف ينتقدها وهو يتابعها، كيف كذا؟ وحاط علامة استفهام وبتشوفها. بالنسبة لأغلب مشاهير سناب شات من الجنس الآخر ما أتابعهم ولست مخولا من انتقادهم، بالغين راشدين ولهم رب يحاسبهم. قبل ما تجاوب بوريك الصورة، قبل ما تجاوب أوصل لك فكرة أنك أنت هنا في هذه التغريدة تحيست ضد جنس الآخر اللي هم الإناث. طيب. وأنت منت مخول أنك تتابعهم، وفي نفس الوقت أنت عاكست جوابك عن السؤال الأول أنك أنت كن المحبة والتقدير سواء كانت ذكر أو أنثى. السؤال هنا يا عادل، لماذا ترضى على الناس ما لا ترضاه على نفسك؟ طيب خليني بس أقرأ التغريدة عشان أقدر أجاوبك. كانت في 2021 26 21. إذا كنت أنا كنت حاسس إن الاسم هذا. طيب بس لو تشطب على الاسم عشان بس ما تودينا في 60 داهية. طيب
انا كنت حاسن الاسم هذا اسلم انا كنت حاسن الاسم هذا بالفعل. ابى اقول لك شيء. تفضل. الشهره سهله، اقسم لك بالله ما في اسهل من الشهره اذا تخليت عن مبادئك وعن قيمك. اقسم لك بجلال الله لا يوجد اسهل من الشهره اذا تخليت عن مبادئك وقيمك. محمد الرطيان قلت الشهره سهله، اخرج عاريا امام هذا العالم. اقسم لك بالله بكره راح تضرب ترند. شهره سهله بس الطريق، الناس يتعبون في الشهره، الطريق اللي يوصل للشهره ايش؟ فانا لما اتكلم عن سين من الناس، عرفت كيف؟ وانه ترند 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 وكل يوم ينزلوا له مقطع فيديو وصوره مدري ايش ووعظ وعظ وعظ. يا رجل انت اللي قاعد تعرض، انت اللي قاعد تشهر هذا الشخص. اميت الباطله بالسكوت عنه. اذا شفت مثلا واحد من الناس ممتاز قاعد يقدم محتوى بذيء جدا ويظهر حتى عاريا امام الناس ممتاز، يا اخي لا تاخذ مقطع وتنشره في موقع التواصل الاجتماعي وتنتقده. انت قاعد تشهره يا اخي شيل الفولو من عنده. انت كذا تكون يعني قدمت شيء عظيم جدا. لو كل شخص ينصح نفسه من البدايه، وكل شخص واعظ يبدا بما يعظ الناس به، والله العظيم ما شفنا الناس هذا. رسالتك حلوه وانت زي ما اتمنى ان شاء الله انها ما طلعت على الهواء. طلعت ولا ما طلعت؟ هذه تغريده موجوده في حسابك، يعني ممكن اي واحد. لا بس لما تكون في حسابي فرق لما تكون طيب. تطلع على الشاشه. عادل انت قلت جمله حلوه وكلام حلو، معناه ان ممكن في شخص يشعل فتيل بس كل المحبين العادل هم اللي يحطون الزيت على هذا الفتيل وهذا النار وهي اللي تشعل وتزيد من سعه. اي بس ردي ترى على التغريده هذه، بس خليني اقول لك حاجه. إيه؟ برضو ما له علاقه بالجنس الاخر. تكلمت عن الشخص. انت قاعد تثبت سؤال بعد سؤال انك عادل المراوغ، مو انت عادل. لا انا تكلمت لك عن الشخص هذا. بقول لك انت جاوبت عن الجزئيه الاولى التغريده هذه وعن المشاهير اللي 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 يخالفون اللي يعرفون، لكن انت ما تكلمت عن الجزئيه الثانيه ان اغلب مشاهير سناب شات من الجنس الاخر. تابع في مشاهير كثير من الجنس الاخر محتواهم مشرف، ليش عممت؟ طب خليني اقراها. بالنسبه لي اغلب مشاهير سناب شات من الجنس الاخر ما اتابعهم. طب هذا ما في انتقاص صح ولا لا؟ دقيقه. اغلب مشاهير ما في انتقاص، اغلب مشاهير سناب شات من الجنس الاخر ما اتابعهم. ليش؟ لانهم حقين ميك اب ارتست. هذه اتابعهم ليش؟ انا حقين موديل ميك اب ارتست انا اتابعهم ليش؟ وش استفيد؟ في ذكور الان محتواهم زي هذا المحتوى، ليش ما كان الله كان الله في عونهم. لكن خليني اكمل. ولست مخولا بانتقادهم، اتكلم عن الفئه هذه. بالغين عاقلين راشدين، يا اخي ليش انتقدهم انا؟ يا اخي لهم ربي يحاسبهم. يا اخي اتركوا الناس يا اخي، اقسم لك بالله يدخلون حتى ليش لابس كذا ولا لابس انت؟ قال انت ليش ما قلبت مرزامك يا وليد؟ اي بس يا اخي اتركوا الناس في حالهم. اما انا هنا انا واضح، انا قلت لك انا اغلب مشاهير سناب شات من الجنس الاخر انا ما اتابعهم، لان انا ما احتاج ميك اب ارتست، ولا احتاج وحده تعلمني كيف استشعر شعري، ولا احتاج وحده انا اتكلم واضح. عن التحيز انك قلت من الجنس الاخر. الان انت تكلمت ان في ذكور كثير خالفوا فعرفوا في السوشيال ميديا، صحيح؟ فانت بامكانك انك تقول اغلب مشاهير سناب شات بدون ما تحدد اي جنس، وفي نفس الوقت من خول لعادل انه ينتقدهم اصلا سواء بالغين او راشدين؟ ما انتقدتهم. انت في كلامك هنا وتقول ولست مخولا، وكان احد خولك لانك تسوي الشيء هذا. بالعكس انا قلت لست مخولا، اعتراف مني شخصي. حتى قلت اذا كنت لا تتفق مع محتوى فلان فالاولى عدم متابعته، اما الانتقاد والامور الثانيه لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني تعتقد اذا شاف تغريدتك يقول والله الله يا اخي والله انا اسف استغفر الله وتوب اليك خلاص قفل؟ لا ما راح يقول. ترى الشهره دمار، اقسم لك بالله اللي يقع في الشهره وهو في الطريق الغير صحيح ويكسب متابعين، هذا المتابعين هذول وهم ووهن بالنسبه لك، لانهم راح يودونك الى الى الى, إلى طريق مظلم في نهايه الامر، عارف كيف؟ فانا ما بي اذا دخلت تعمقت يمكن اقول اسماء اشخاص بالغلط، عرفت كيف؟ لا فانا ابيك بس تفهم توضيحي. انا قلت لك واضح انا ما اتابع بنات مشاهير عندي في سناب شات، يعني ما احتاج للمحتوى البنات، اغلب المشاهير البنات موديل مكبرت انا ما احتاج، عرفت كيف؟ هذا واحد. اثنين، اذا شفتوا شيء مشهوره ولا مشهور يقدم محتوى بذيء يا اخي لا تنتقدونه في موقع التواصل الاجتماعي، انتم قاعدين تشهرونه كذا يا اخي، شيل الفولو عنه وخلاص. لو ما لقى احد يتابع 100 200 ترى ما راح يطلع. اكيد ان فيه من الاناث اكيد الشخصيات المحترمه اللي جدا جدا الحالات اللي يقدمون محتوى بائس ممكن تكون اقليه، والمشكله الاقليه
الجميع بانتقاد الناس لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. الأقلية اللي يقدمون محتوى بذيء وفيه الأكثرية اللهم لك الحمد اللي يقدمون محتوى هادف من البنات ومن العيال، للأسف إن الناس اللي في المنتصف ينقلون المحتوى البذيء وينتقدونه في منصات التواصل الاجتماعي فيطلع هو إيش كأنه هو الأكثرية. هذا كلامي أنا عنه بالضبط. عادل إذا شاف محتوى من الجنس الآخر يقدم محتوى جميل جدا وصاحبته تقدم شيء جميل، ما عنده مشكلة أنه يضيفها ويستمتع فيه سناباتها. أبد ما عندي مشكلة، بالعكس طيب. مما يسعدني ويشرفني قاعد استمتع فيه. ولو جتني بنت اسميها عليها اذا كان محتواها كويس، ولو جتني بنت اسميها عليها، بس اهم شيء ترضمها. طيب لان ما توقع في فقره ترضم. عدليات انت عندك انت عندك سيناريو تمشي عليه اللي هو أسوأ صفه في ضيفك. انا كنت استحي والله.